أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هذه الآيات لها ارتباط كامل بالآيات التي تدارسناها بالأمس، فلنسمعكم تلاوتها أولا. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، هذا عرفنا أنه إنكار للبعث وتكذيب بيوم القيامة. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا، فلو ذكر لعرف، لكن الجهل والعناد حملهم على التكذيب بالبعث الآخر. فوربك لنحشرنهم والشياطين، هؤلاء المكذبون بالبعث الآخر يقسم تعالى أنه يحشرهم مع الشياطين، ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا على ركبهم، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. من كل طائفة متناصر على الباطل يأخذ رؤساءهم أولا في النار. وإن منكم، ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا، أي بالنار من محق بها وأولى. وإن منكم، أي ما منكم إلا واردها، وقد عرفنا أنه المرور على الصراط، ينصب الجبار جسرا على جهنم، فيمر المؤمن والكافر والبار والفاجر على هذا الجسر، فأهل الكفر والفسق والفجور والشرك يسقطون في جهنم، وأهل الإيمان وصالح الأعمال يعبرون في سلام وأمان. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم تحلت قسم فقط، وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضية، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. هؤلاء يخبر تعالى عنهم بما سمعتم. وإذا تتلى عليهم آياتنا، أبي بن خلف، العاص بن وائل، عقبة بن أبي معيط، مجموعة من الطغاة، أبو جهل، وإذا تتلى عليهم آياتنا، من يتلوها؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبو بكر أو عمر من المؤمنين. إذا قاروا عليهم الآيات ليبين لهم الطريق، طريق السلامة والنجاة، وهو الإيمان والتوحيد والعمل الصالح، إذا تليت عليهم الآيات أردوا بالفعل. ماذا قالوا؟ قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. نحن أم أنتم؟ انظر إلى منازلنا وديارنا وإلى لباسنا وإلى متعنا وإلى نادينا ومجتمعنا، أين أنتم؟ أين منازلكم؟ بلال وعمار وصهيب فلان،
أين ناديكم دار الأرقم بن أبي الأرقم محصورين فيها مع نبيكم؟ قالوا هذا تبجحا وردا للفعل. مرة ثانية: وإذا تتلى عليهم آياتنا يقرأها رسول الله أو أحد أصحابه يبين لهم فيها الحق والطريق والهداية، ردوا الفعل ماذا قالوا؟ قال الذين كفروا، أي بتوحيد الله ونبوة رسوله والبعث الآخر والجزاء فيه، ماذا قالوا للذين آمنوا؟ قالوا أخبرنا أي الفريقين، نحن أم أنتم، أحسن أثاثا ورئيا؟ أي الفريقين خير مقاما، أي منزلة ودار وبستان، وأحسن أثاثا ورئيا؟ الأثاث في المنزل معروف، الفرش، الأدوات، الأواني، كل أثاث. والندي هو النادي، انظر إلى ناديكم دار الأرقم، وانظر إلى نادينا الأعظم الذي يجتمع به أصحاب المشركين. هذا كلام رد فعل فقط. لما وعظوا ذكروا بالآيات ماذا يقولون؟ يقولون لا إله إلا الله، آمنا بالله، دخلنا في الإسلام. الكبرياء والجحود والعناد ما يحملهم على أن يسلموا، ويقولون فقط في الرد على هذا الكلام: أي الفريقين، نحن أم أنتم يا محمد وأصحابك، خير مقاما وأحسن نديا؟ المقام حيث القيام النزول، سكن، مساكن، لأن ينظرون إلى سكن بلال فلان وفلان أين يسكنون، انظر إلى ديار أبي سفيان وبجهل فلان وفلان. وأحسن نديا نادينا نحن هذا الذي يجتمع في كبار المشركين والشعراء، ونديكم أنتم ما هو؟ دار الأرقم بن أبي الأرقم. هكذا يردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه إذا هم قرأوا عليهم الآيات القرآنية من أجل هدايتهم ودخولهم في الإيمان والإسلام. هذه كلمتهم قالوها ردا للفعل. ماذا قالوا؟ قال الذين كفروا للذين آمنوا، أي رسول الله وأصحابه، أي الفريقين أخبرونا خير مقاما وأحسن نديا، نحن أم أنتم؟ عرفتم ماذا؟ لماذا قالوا هذا؟ ليردوا حتى ما يسمعوا الآيات ولا يدخلون في الإيمان والإسلام. قال تعالى: وكم أهلكنا قبلهم من قرن، كم وكم وكم من أهل قرون أهلكناهم، لماذا؟ وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. كم وكم من القرى من الأمم أهلكهم الله أحسن من قريش وكفار قريش، لا في الأثاث ولا في المنظر، وقرية زية أي منظرا. كثيرا من الأمم أهلكها الله من أهل القرون السابقة، والحال أنهم أحسن من كفار قريش منظر وأحسن منهم أثاث، لا قيمة لما عند قريش مع قوم عاد وثمود. وكم أهلكنا قبلهم من قرن، أي من أهل قرن، وهم أحسن أثاثا، أثاث ما في البيوت من أمتعة، وأحسن رئيا أي منظرا في جمالهم ولباسهم وصلاحهم. ثم قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل من كان في الضلال فليمدد له الرحمن ودا. ذي سنة الله عز وجل، أخبرهم أن من كان في الضلالة، ضلالة الشرك والكفر والتكذيب بالنبوة المحمدية وإنكار البعث والجزاء وتنكل الصالحات ورفضها، هؤلاء فليمدد لهم الرحمن مدا، يزيدهم في أموالهم، في لباسهم، في أثاثهم، حتى في أعمارهم، حتى تحين ساعة الهلاك. ذي سنة الله عز وجل.
أهل الطغيان والشر والفساد ما يهلكهم الله لأول مرة، بل يملي لهم ويمهل ويزيد ويزيد حتى يبلغوا الحد الذي يستوجب به عذاب الله فيهلكهم. هكذا يعلم الله تعالى رسوله ليعلم كفار قريش مصيرهم. قل يا رسولنا من كان في الضلالة، الضلالة والضلال البعد عن الحق، عدم معرفة الحق، والذين يعبدون الأصنام والحجار ويستغيثون بها عرفوا الطريق، مشوا في طريق الهداية، ضلال، كفروا بالله ونسوه وأشركوا عنه وأشركوا به وتنكروا لرسالته ونبوته فهم في الضلالة. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن تعالى مدا، يزيد في عمره في ماله في طغيانه حتى تحين الساعة ويتم الأجل، دي سنة ما تتخلف. فما كل ظالم قال الظلم هلك من يومه، لا بد وأن يملي لهم ويمهل حتى يستوجب المسخ والعذاب. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون يوم القيامة، إما العذاب وإما الساعة، حتى إذا رأوا ما يوعدونه من قبل الله وقد توعدهم بالعذاب، إما عذاب الدنيا بالوباء بالبلاء بالمرض بألم الألم، أو عذاب يوم القيامة في ساعة فصل القضاء. حتى إذا رأوا ما يوعدون، إما العذاب في الدنيا بالبلاء الذي يصيبهم، وإما الساعة عذاب الساعة هناك، فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا، رسول الله وأصحابه أو أبو جهل ورجالته، ثم يعرفون. مرة ثانية قل يا رسولنا، قل لهم من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، إلى متى؟ حتى إذا رأوا بأعينهم ما يوعدون من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، إما العذاب في الدنيا وإما الساعة، فسيعلمون ثم من هو شر مكانا، رسول الله أو أبو جهل وجماعته، وأضعف جندا ونصرا، ثم يعلمون. إما عذاب الدنيا إذا دقت ساعته ثم يفهمون من هم أفضل، رسول وأصحابه أم هم. كذلك إذا ما أخذوا في الدنيا يؤخذون في الآخرة، في عرصات القيامة يعرفون من هو شر مكانا وأضعف جندا. ثم قال تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، الظالمون يمهلهم يؤسع لهم يتركهم حتى تدق ساعتهم، والمؤمنون الموحدون كلما قرأت الآيات ونزلت الآيات يزدادون إيمانا، المؤمنون إذا نزلت الآيات يزدادون إيمانا، كل ما تنزل آية يقوى إيمانهم وعلمهم وبصيرتهم، المشركون كل ما تنزل آية يعاندون ويكابرون. هكذا يقول تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، كلما تنزل الآيات يزداد المؤمنون إيمانا، والكافرون والمنافقون يزدادون كفرا ونفاقا. وإذا ما أنزل الصوت فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا هم كافرون. الآيات كالإعلانات التي تعلنها الدولة، كلما تنزل آيات تحمل الهدى، فينتفع المؤمنون ويزداد إيمانهم، ويهلك الكافرون ويزدادون في ضلالتهم، لأنهم كفار على علم محاربين للإسلام وأهله. هذه جماعة أهل مكة ومن مثلهم إلى الآن. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك
من أموال الدنيا ومساكنها وعماراتها وركائبها وما فيها، وفيها تسلية لرسول الله والمؤمنين، لأن الآخر تبجع عليهم بالمساكن والأندية واللباس والأمتاع والمؤمنون فقراء. فقال تعالى: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا يرجعون إليه، ألا وهو الجنة. وهنا معاشر المستمعين والمستمعات، ما هي الباقيات الصالحات؟ الباقيات الصالحات كل العبادات التي نعبد الله بها، من ذكر، من صلاة، من صيام، من حج، من رباط، كل هذه العبادات هي الباقية وهي الصالحة المزكية للنفس. أما الأموال وما يملكه الناس من أمتع وأثاث فلا قيمة لهذا لو ملكوا الدنيا كلها. الباقيات الصالحة خير عند ربك ثوابا أي جزاء وخير مردا يردون إليه ويرجعون، ألا وهو الجنة. وهنا لطيفة، فسر النبي صلى الله عليه وسلم الباقيات الصالحات في أحاديث أنها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ليس هي الباقية الصالحة فقط، لكن منها من الباقيات الصالحات هذه الأذكار. واجعلوها وردا لكم في اليوم والليلة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا خير عند ربكم ثوابا وجزاء وخير مردا ترجعون إليه، أحسن مرد تردون إليه، ألا وهو الجنة. تجعلونه وردا لا نفارقها والله ما حيينا. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، مرة 10، مرة 20، مرة 40، مرة 50، ولتكن هكذا دائما معنا طول اليوم والليلة ما ننساها. لما ما أخبر تعالى عنها: والباقيات الصالحة خير وإلا لا من الدنيا بكل ما فيها، خير ثوابا وخير مردا ومرجع نرجع إليه، ألا وهي الجنة دار السلام. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا، مع العلم أن الباقيات الصالحات كل العبادات. أليست باقية خالدة؟ أليست صالحة؟ إذن كل عبادة شرعها الله ونعبده بها كما بينها هي والله من الصالحات الباقيات. لنستمع إلى شرح الآيات من الكتاب لنزداد بصيرة. ما زال السياق في تقرير النبوة والتوحيد والبعث الآخر. عرفتم هذا في الصور المكية كلها، السياق مهما تتغير لا بد أنه يقرر التوحيد، النبوة المحمدية، الدار الآخرة وما فيها، هذا شأن كل صور مكية. يقول تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، أي وإذا قرأت على كفار قريش المتكبرين المنكرين للتوحيد والنبوة المحمدية والبعث والجزاء يوم القيامة، وإذا قرأت على كفار قريش، من يقرأ الآيات؟ علمنا رسول الله وأصحابه في مكة، على كفار قريش المنكرين المكذبين بالتوحيد والنبوة المحمدية والبعث والجزاء يوم القيامة، إذا قرأ عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد المؤمنين من أصحابه بعض الآيات من القرآن البينات في معانيها ودلائلها على التوحيد والبعث، لأنهم عرب وآيات القرآن يفهمونها واضحة، فقال الذين كفروا للذين آمنوا
أي الفريق أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا، نحن أم أنتم؟ إذا قرأت الآيات من رسول الله وأصحابه على أبي جهل على عقبة على فلان أو بي بن خلف يردون، بدل ما يقولون آمنا واتبعنا صدقتم نحن جهال ضلال، لا يقولون أي الفريقين خير مقام وأحسن نديا، نحن أم أنتم؟ انظروا إلى لباسكم ومتاعكم وبيوتكم وناديكم الذي تجتمعون فيه، وانظروا إلى ما عندنا نحن. هذا كلام باطل، ولكن ماذا يقولون إلا هذا ليردوا الكلمة. فقال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. عرفتم الندي ما هو؟ النادي الذي يجتمعون فيه. وقولهم هذا هو رد فعل لا غير، ما هو واقع، رد فعل. إذ أنهم لما يسمعون الآيات تجعل الوعد تحمل لما يسمعوا الآيات تحمل الوعد للمؤمنين بالخير والوعيد للكافرين بالشر من مثلهم، لا يجدون ما يخففون به ألم نفوسهم فيقولون هذا الذي أخبر تعالى به عنهم. لما يسمعون الآيات بينات واضحة ماذا يفعلون؟ ما يجدون كيف يخففون عن أنفسهم، يقولون هذه الكلمة أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. قال أي الفريقين، أي فريق المؤمنين أو فريق الكافرين خير مقاما أي منزلا ومسكنا وأحسن نديا أي ناديا ومجتمعا يجتمعون فيه، لأنهم يقارنون بين منازل الفقراء المؤمنين ودار الأرق بن أبي الأرقم التي يجتمع فيها الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنون، وبين دور ومنازل أبي سفيان وأغنياء مكة ونادي قريش وهو مجلس شوراهم. فرد تعالى عليهم بقوله وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. هل قوم عاد كانوا كأهل مكة؟ قوم ثمود كانوا كأهل مكة؟ والله ما كان، كانوا أجل وأعظم في كل شيء في شؤون الحياة. فرعون أهلك الله كان مثل قريش، يعني كان أعز وأعلى وأعظم. وكم أهلكنا قبلهم من قرن، يعني من أهل قرن، والقرن 100 سنة كما تعرفون هم أحسن أثاثا ورئيا أي منظرا، أي لا ينبغي أن يغرهم هذا الذي يتبجحون به ويتطاولون، فإنه لا يدوم لهم ما داموا يحاربون دعوة الحق والقائمين عليها. فكم وكم من أهل قرون أهلكناهم لما ظلموا وكانوا أحسن من هؤلاء مالا ومتاعا ومناظر حسنة جميلة. وقوله تعالى قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، هذا والله إلى الآن. قل من كان في الضلالة في الشرك والكفر والفسق والفجور والبعد عن الإيمان والإسلام والدار الآخرة، هؤلاء أي أذكر لهم سنتنا في عبادنا يا رسولنا. ما هذه السنة؟ هي أن من كان في ضلالة الشرك والظلم والمكابة والعناد فإن سنة الرحمن فيه أن يمد له، بمعنى يمهله ويملي له ويزيده استدراجا حتى إذا انتهوا إلى ما حدد لهم من زمن يؤخذون فيه بالعذاب جزاء كفرهم وظلمهم وعنادهم، وهو إما عذاب دنيوي بالقتل والأسر ونحوهما أو عذاب الآخرة بقيام الساعة حيث يحشرون إلى جهنم
عميا وبكما وصما جزاء التعالي والتبجح بالكلام، وهو معنى قوله تعالى حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف، حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة واحدة من اثنين ثم سيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا، هم أو رسول الله وأصحابه. أي شر منزلا وأقل ناصرا لهم الكافرون أم المؤمنون؟ ولكن حين لا ينفع العلم، حين لا ينفع العلم إذ التدارك أصبح غير ممكن فات الحال، وإنما هي الحصرة والندامة لا غير، عند مشاهدة العذاب يندم ما يندم ما ينفع. وقوله تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، أي إذا كانت تلاوة الآيات البينات تحمل المشركين على العناد والمكابرة وذلك لظلمة كفرهم فيزدادون كفرا وعنادا، فإن المؤمنين المهتدين يزدادون بها هدايا لأنها تحمل لهم الهدى في كل جملة وكلمة منها، وهم لإشراق نفوسهم بالإيمان يرون ما تحمل الآيات من الدلائل والحجج والبراهين فيزداد إيمانهم وتزداد هدايتهم في السير في طريق السعادة والكمال بأداء الفرائض واجتناب المناهي. مرة ثانية قوله تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، متى يزيدهم؟ إذا تليت الآيات وسمعوها يزدادون إيمانا وإلا لا، والآخرون إذا سمعوا ازدادوا كفرا وطغيانا. لما؟ لأن قلوبهم ميتة مظلمة وهؤلاء قلوبهم حية مستنيرة. قال أي إذا كانت تلاوة الآيات البينات إذا كانت تحمل المشركين على العناد والمكابرة وذلك لظلمة كفرهم فيزدادون كفرا وعنادا، فإن المؤمنين المهتدين يزدادون بها هدايا. لما؟ لأنها تحمل لهم الهدى في كل جملة بل في كل كلمة منها، وهم لإشراق نفوسهم بالإيمان يرون ما تحمل الآيات من الدلائل والحجج والبراهين فيزداد إيمانهم ويزداد هدايتهم في السير في طريق السعادة والكمال بأداء الفرائض واجتناب المنهيات أو المناهي. وقوله تعالى والباقيات الصالحات خير عند ربك أيها الرسول، خير عند ربك أيها الرسول ثوابا وخير مردا، أي في هذه الآية تسلية، في هذه الآية تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بأن ما يتبجح به المشركون من المال والمتاع وحسن الحال لا يساوي شيئا أمام الإيمان وصالح الأعمال. أي والله العظيم لو يملك الإنسان ما يملك مدن كاملة تساوي إيمان مؤمن والله ما تساويه، والله لركعتان لله خالصتان تساوي الدنيا بما فيها، لكن الكفر هكذا يحمله على أن يتبجح بالمال والأولاد والسلطان. وقوله تعالى والباقيات الصالحات خير عند ربك أيها الرسول، خير ماذا؟ ثوابا وخير مردا، في هذه الآية قلت تسلية وتصبير للرسول والمؤمنين بأن ما يتبجح به المشركون من المال والمتاع وحسن الحال لا يساوي شيئا أمام الإيمان وصالح الأعمال، لأن المال فاني والصالحات باقيات، فثواب الباقيات الصالحات من العبادات والطاعات خير من كل متاع الدنيا وخير مردا أي مردودا على صاحبها، إذ هو الجنة دار السلام والتكريم والعنام.
والإنعام. اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب العالمين. اللهم ارزقنا إيمانا صالحا وصادقا وعملا صالحا. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية الآيات أولا الكشف عن نفسيات الكافرين، وهي الاعتزاز بالمال والقوة إذا اعتز المؤمنون بالإيمان وثمراته في الدنيا والآخرة. هذه إلى الآن أيما كافر أيما مشرك أيما أعمى ضال تتكلم معه ويتبجح بماله وسلطانه وكذا. الكفار الآن في أوروبا في الصين ما يتبجحون على المسلمين ويقولون أين إسلامكم والفقر والذل والهون وأنتم تابعون لنا، ويتبجحون بالسلطان والدولة والمال. في سنة الله أعد هذا. قال الكشف عن نفسيات، الكشف عن نفسيات أهل الكفر. نعم. هي الاعتزاز بالمال والقوة، الاعتزاز بالمال والقوة، وذلك إذا اعتز المؤمنون بالإيمان وثمراته في الدنيا والآخرة من حسن العاقبة. إذا واجه المؤمنون الكافرين وفرح المؤمنون واعتزوا بالإيمان وصالح الأعمال يردون عليهم الآخرون بالاعتزاز بالمال والسلطان والقوة إلى الآن. نعم. ثانيا بيان سنة الله تعالى في إمهال الظلمة والإملاء لهم استدراجا لهم حتى يهلكوا خاسرين. هذه إلى الآن سواء في اليهود وإلا في الروس وإلا في أي جهة في أي مكان، أهل الظلم والشر والفساد يزدادون طغيانا، لأن الله هو الذي يمهلهم ويؤخر لهم حتى يبلغوا ساعة يستوجبون فيها الدمار والعذاب. هذا واقع نعيشه وتعيشه البشرية، أهل الطغيان والظلم والكفر والعناد والكبر والشرك والعياذ بالله يزدادون قوة يزدادون مال يزدادون إلى متى؟ لأن الله أمضى سنة وهذه فيهم حتى تدق الساعة، إما عذاب الدنيا بالإبادة بالاستيصال بحرب تفنيهم بكذا بمرض، وإما عذاب الآخرة إذا شاهدوا الساعة. نعم. ثالثا بيان سنة الله تعالى في زيادة إيمان المؤمنين عند سماع القرآن الكريم أو مشاهدة أخذ الله تعالى للظالمين. وهكذا من فضل الله على المؤمنين إذا سمعوا آيات الله تتلى عليهم يزداد إيمانهم، إذا شاهدوا مصارع الكافرين الهلكة يزداد إيمانهم. سنة الله أيضا المؤمنون الصالحون إذا تليت عليهم الآيات سمعوا كتاب الله والله يزداد إيمانهم، إذا شاهدوا مصارع الظالمين وما أنزل الله بهم العذاب يزدادون إيمانا كذلك، لأنهم عرفوا وعيد الله للكافرين. نعم. وقال الشيخ غفر الله لنا وله ولوالدينا أجمعين في الحاشية وفي الآية وجه آخر مشرق صالح، وهو أن الله تعالى يمد لأهل الضلالة في ضلالتهم ويزيد لأهل الهداية في هدايتهم، إذ قال من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، وقال ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وما في التفسير صالح ومشرق أيضا. نعم. رابعا بيان فضيلة الباقيات الصالحات، بيان فضيلة الباقيات الصالحات. يا معشر المستمعين والمستمعات اتخذوا وردا من هذا الذكر، ما جئنا لنسمع فقط أو لنعلم ولا نعمل. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، اجعل وردا 100 200 10 لا بد وأن ترد هذا الحوض يوميا. نعم. وارد أيضا أنا تسبيحي أقول أولا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 10، ثم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله 10، ثم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 10، ثم سبحان الله والحمد لله والله أكبر 10، لأن هذه كلها واردة فنجمع بينها كلها. إذن رابعا وأخيرا بيان فضيلة الباقيات الصالحات، ومنها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا